ترين خلفي في الصورة سينار سحب الدخان التي تتصاعد من الغارة الثانية التي استهدفت طريق المطار الخبيري بالتحديد. سحب الدخان لا تزال تتصاعد في هذه الغارة الثانية بعد الغارة التي استهدفت محيط منطقة الرويس والغارتان في الضاحية الجنوبية لبيروت. هاتان الغارتان تأتيان بعد هدوء حذر طويل استمر منذ الغارات التي حصلت ليلا ولغاية الساعة 12:15 عندما انتهى النائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمته. بدأت هذه الغارات الحاصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه المنطقة التي يخرج منها الدخان أو تتصاعد سحب الدخان منها سينار هي على مقربة من أيضا الغارة التي حصلت يوم أمس، وقيل بأنه فيها قتلت أو قامت إسرائيل بعملية دقيقة جدا واختالت فيها قيادي عسكري في حزب الله. واليوم كانت تتحدث أو يتحدث الجيش الإسرائيلي بأنه هذه الغارة استهدفت رئيس منظومة الأركان في حزب الله سهيل حسين الحسيني. بالطبع سمعنا النائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وهو يتحدث عن الميدان وأن الميدان هو الذي سيحدد مصير كل ما سيأتي من بعده، وأن عناصر أو مقاتلي حزب الله يعني سيبنون على الميدان وهم يتحينون فرصة الالتحام مع الجيش الإسرائيلي الذي يقول بأنه بدأ عملياته العسكرية منذ حوالي 7 أيام على الحدود اللبنانية الجنوبية. وقال نعيم قاسم بأنه هم لم يستطيعوا أن يحققوا أي شيء ولن يحققوا أي من أهدافهم، لا بل أنه حزب الله كثف من عملياته، خاصة بعدما أكد أنه كل القيادات والمناصب التي كانت شاغرة بالطبع بعد الاغتيالات التي طالت كبار قادة حزب الله باتت اليوم ممتلئة وتم تعيين قياديين، وأنه الجبهة تستمر ولا بل وتكثف الغارات إن كان في الجنوب بالطبع في الجنوب اللبناني، وطالت أماكن ومستوطنات ومدن لم تكن تطالها العمليات سابقا. وهذا بالفعل إذا ما عدنا إلى الأشهر الماضية وقمنا بعد الغارات التي كانت تحصل يوميا أو العمليات التي كان يقوم بها حزب الله على الحدود اللبنانية الجنوبية، نرى بأن هناك بالفعل ازدياد بعدد الغارات التي يقوم بها حزب الله. لا يوجد بعد ردود فعل على كلمة الشيخ نعيم قاسم، ولكن بالمبدأ المساعي السياسية مستمرة. اليوم أيضا كان هناك اجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أود أن أشير إلى هذه النقطة بالتحديد، ووزير الأشغال العامة والنقل، وجرى التباحث بموضوع طلب الجيش الإسرائيلي للصيادين ولعدم الاقتراب من المياه الإقليمية اللبنانية جنوب نهر الأولي وصولا إلى الشريط الحدودي مقابل المياه الإسرائيلية، وقال بأنه هذا شأن لبناني وهذه سيادة لبنانية وهناك تواصل مع المعنيين وهناك أرزاق وهناك صيادين يعتشون من البحار. إذن هناك قلق من هذه الخطوة الإسرائيلية بتحذير أي أحد من الاقتراب من في المياه الإقليمية اللبنانية جنوب خط الأولي. أيضا اليوم كان هناك اتصال بين وزير الخارجية المصري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبالطبع هو استمرار للمساعي التي تقوم بها مصر، ونقل الوزير بدر عبد العاطي لرئيس الحكومة الاتصالات التي تقوم بها مصر مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ودعا لتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني للقيام بمهامه، وأيضا في الجنوب اللبناني بطبيعة الحال والالتزام بالقرار 1700 وتطبيق القرار 1701. وقال بأنه مصر تدعم لبنان ودعا إلى تخفيف التصعيد أو حدة هذا التصعيد الذي من شأنه لكي لا يتحول إلى حرب إقليمية من شأنها أن ترخي بظلالها الوخيمة على كل شعوب المنطقة.